كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد تغيرات مفاجئة في حالة الطقس. من المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم بتتراوح من 4 ل 5 درجات اعتبارا من اليوم، وتقريبا كده هتكون لحد الجمعة الجاية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني بقالي كذا يوم كنت عماله اقول للناس ان شاء الله الجو حلو ومعتدل ونسمه صيف بالليل، نفاجئ الناس النهارده ونقول لهم ان احنا عندنا ارتفاعات من 4 ل 5 درجات مره واحده، مع يعني خلاص اعتدنا يمكن على الجو المعتدل. فطمنيني عن حاله الطقس يا دكتور. هو طبعا بالفعل يمكن احنا من بكره ان شاء الله مصادر الكتل الهوائيه تختلف تماما. خلينا نقول ان النهارده الكتل الهوائيه معظمه قادم من جنوب غرب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي، وده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس بتساعد على تلطيف الاجواء. عشان كده لسه اليوم درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، واللي متوقع فيها عظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه. لكن طبعا احنا بنقول ان الكتل جايه من على البحر المتوسط، فلسه في نسب رطوبه في الجو اللي بتخلينا نحس ال 34 دي لو تكون 36 درجه مئويه. فبالتالي النهارده لسه الاجواء بتكون حاره رطبه في المحافظات الشماليه اللي هي السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره الكبرى، شديده الحراره في المحافظات الداخليه او الجنوبيه اكثر، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون في فترات النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن احنا الفتره دي عندنا اعتدال في سرعات الرياح، ويمكن ده اللي بيحسسنا بوجود نسب رطوبه في الجو خلال فتره الليل، وبيخلي اجواء فتره الليل اجواء مائله للحراره، لكن ده بيكون في معظم المحافظات. الشبوره المائيه طبعا اليوم كانت موجوده على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي الشبوره المائيه خفيفه بتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، ما بتاثرش تماما على حركه الطقس. وزي ما حضرتك قلتي في الاول ان الثلاث ان شاء الله هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحراره، لان مصادر الكتل هتبدا تختلف، هنبدا نتاثر ببعض الكتل الهوائيه الصحراويه، فده هيؤدي لارتفاع في قيم درجات الحراره بمعدل من 4 ل 5 درجات، فاحنا متوقع بكره عظمى على القاهره الكبرى هتكون 37 درجة مئوية خلال فترة النهار. طيب. مع يوم ما اتفضلي يعني هل يا ترى بقى مع 37 درجة حرارة هل نسبة الرطوبة عالية جدا؟ طبعا هتخلينا احساسنا بدرجة حرارة مرتفعة جدا، يعني هل دي هتكون موجة حارة زي الموجات اللي كنا بنقابلها في شهر يوليو ويونيو؟ خلينا نقول ان الذروة الأول هتكون يوم الأربعاء، يعني يوم الأربعاء هتكون هي أعلى قيمة درجة حرارة هنسجلها على مدار الأسبوع، واللي فيها عظمى على القاهرة الكبرى هتوصل ل 38 درجة مئوية. لكن الكتل دي كتل هوائية صحراوية، يعني نسب الرطوبة فيها هتكون منخفضة بالشكل الكبير. فبالتالي إحساسي والحمد لله طبعا ان إحساسي بقيم درجات الحرارة هيختلف عن قيم درجات الحرارة اللي كنا بنحسها في شهر 8 أو في شهر 7. فبالتالي هو طبعا ارتفاع واعلى من المعدلات الطبيعيه، لكن مش بنفس الاحساس وبنفس المقدار اللي احنا كنا بنشوفه في شهر 7 وشهر 8. الارتفاعات دي هتكمل معانا لحد يوم الجمعه، يعني احنا مكمل معانا العظمى على القاهره الكبرى الخميس والجمعه 37 و36 درجه مئويه، ومع يوم السبت ان شاء الله تبدا تاني ترجع قيم درجات الحراره للتحسن، وده طبيعي هنلاحظه في النص الاول من فصل الخريف. خلينا نقول ان النص الاول من فصل الخريف لان ده فصل انتقالي ممكن ياخد بعض سمات فصل الصيف اللي هنلاقي بعض الايام فيها ارتفاع قيم درجات الحراره، وخاصه هنحس ده اكتر لما فرق درجات الحراره بين النهار والليل يبدا هنلاقي الدفء والارتفاع في النهار وبالليل في الجو. هيكون الجو بالليل لطيف باذن الله. عشان كده احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي وهيئه الارصاد الجويه، بنشكركم طبعا المتابعه اليوميه معانا. بنشكر الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 34، الصغرى 26، العاصمه الاداريه 35 25، اسكندريه 32 24، العلمين الجديده 32 24، مطروح 31 23، دمياط 32 26، بورسعيد 32 26، اسماعيليه 35 24،
السويس 34-25، العريش 33-23، كاترين 30-15، طابة 34-26، حلايب 35-29، شلاتين 39-28، شرم الشيخ 37-28، الغردقة 38-29، الفيوم 35-25، بني سويف 35-25، الوادي الجديد 39-25، أسيوط 37-24، سوهاج 38-25، قنا 40-26، الأقصر 39-25، وأخيرا أسوان 40-28. في ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة هتبدأ معدلاتها من النهاردة وبكرة والذروة يوم الأربعاء، وهتستمر معنا حتى يوم الجمعة القادمة، لكن يعني هي ارتفاعات لكن نسبة الرطوبة مش هتكون عالية جدا، فهتعدي إن شاء الله على خير كده، ونرجع مرة تانية يعني نعود لدرجات الحرارة المعتدلة مرة تانية، ونستقبل بقى بإذن الله فصل الخريفة. هرجع مرة تانية لمحمد ومنى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير. شكرا لك يا دينا. شكرا.